احنا رايحين في سكة مسدودة، والموضوع بقى في منتهى الخطورة في كذا اتجاه وفي كذا مجال وفي كذا منطقة، يعني ربنا يسترها علينا جميعا. طيب انا بتكلم النهاردة في ايه؟ بتكلم في ان قطع الغيار والسيارات بخ خلاص، مفيش. ليه؟ جم قالوا احنا هنوقف الاستيراد بمستندات التحصيل، يعني اللي هيستورد بعملة لازم يفتح اعتماد مستند، والبنك نفسه هو اللي متحكم بقى في القصه بتاعت الاعتماد المستندي. طيب جم الناس قالوا اوكي ماشي. جم بعد كده اللي احنا شفناه بقى ان الحنفيه دي مش هتتفتح غير لناس معينين، اللي هم مين انا ما اعرفش، ومش هتكلم في الحته دي علشان انا مش من طبعي ان انا بتكلم في غدر او في الكلام ده، لكن لازم نبقى متفقين ان الموضوع ده حنفية البنك المركزي ماسكها كده، يفتحها هنا او يقفلها هنا. طيب الحال وقف والدنيا عطلت. الكلام ده طبعا المسؤول عنه هو دكتور مدبولي رئيس الوزراء، رئيس الوزراء يعني هو المسؤول الاول والاخير، لغاية اما بعض من الناس المتضررة من الموضوع ده بعتوا شكوى لرئيس الجمهورية، فرئيس الجمهورية أصدر بيان ب يعني فتح الاستيراد لمستلزمات المصانع والمواد الخام، علشان المصانع تقدر تشتغل وتصنع وتطلع منتجات تبيعها في السوق وتصدرها تجيب لنا عملة. طيب اللي أنا منتظره دلوقتي إن كل الناس اللي عندها مشاكل في الموضوع بتاع قطع الغيار وموضوع السيارات اللي واقفة وحالهم واقف من ساعة موضوع الاعتماد المستندي ده، يبعتوا شكاوي لحماية المستهلك ولرئاسة الجمهورية، لأنه واضح كده إن الوحيد اللي هيقدر يحل المشاكل دي هو رئيس الجمهورية، لأنه هو ده اللي حصل لما المتضررين من موضوع الاعتماد المستندي في المصانع بعتوا الشكاوي بتاعتهم، فالرئيس يعني مشكورا فتح القصة دي بقرار رئاسي. يا دكتور مدبولي انا مش عايز ادخل في تفاصيل علشان الناس ما تفتكرش ان انا ضد الحكومة او ضد قرارات الحكومة، لكن يا دكتور مدبولي احنا عندنا مشاكل كتير في موضوع الحنفية اللي اتقفلت بتاعة الاستيراد. لو الحنفية دي مقفولة علشان تتحكم في سعر العملة فده مش هو الحل. لو انت بتتكلم عن الحل في استقرار سعر العملة هو التصنيع والتصدير، تصنيع وتصدير منتجات الزراعية التصدير بتاعها، يعني يبقى الموضوع بتاعه أقل، يعني محطوط عقبات وروتينيات مش طبيعية. فالمستلزمات الزراعية دي رقم واحد. ما عندك بعد كده المصانع بقى، سواء كانت إلكترونيات سواء كانت عربيات سواء كانت قطع غيار سواء كانت ملابس، كل الحاجات دي هي دي اللي لو انت بصيت للجنب ده، جنب التصنيع ده، وساعدته على قد ما تقدر في ان هو يعرف يلاقي الخامات بتاعته، في ان هو يعرف يأمن على الموظفين بتوعه بسهولة، في ان هو يعرف يطلع السجل والبطاقة الضريبية بتاعته بسهولة، في ان هو يعرف ان انت تديله مثلا عدد سنين تعفيه من الضريبة بسهولة، هو ده اللي هينقذك في الموضوع بتاع العملة، علشان تقدر بعد كده العملة عندك سعرها يستقر ويقدر الجنيه بتاعك يرجع تاني يشم نفسه. انما انت عشان تقفل بقى الحنفية بتاعت الاستيراد فانت كده بتخلي الناس ما تجريش على العملة فما يستوردوش، فهو ده اللي هيوقف الضغط على العملة فسعرها يتظبط، فده حضرتك اسمه مسكن وسريع جدا في مفعوله، يعني مش هيقعد فترة طويلة تقدر تعتمد عليه. احنا داخلين على ايام سودة، ارجوكم فكروا كويس. اكيد مش انا العبد الفقير الى الله اللي هقولك الحل، يعني اكيد حضراتكم يعني اقوى مني واعظم مني واذكى مني وكل حاجة اكتر مني ومن غيري، لكن اللي انتوا حضراتكم ودينا فيه ده احنا داخلين على 3-4 شهور عجاف، محدش هيلاقي حاجة يشتريها، ولا حتى يعني ده الواحد معدي على الفكهاني لقيت
الفاكهه اللي عنده كلها دبلانه. بقول له ايه ده؟ قال لي ما انا مش عارف اجيب فاكهه تاني. طب ليه؟ هو بقى هو مش عارف، مش عارفين الناس مش عارفه تعمل ايه، ولا اللي عنده فاكهه مش عارف يطلعها ولا لا، ولا هيصدرها ولا مش هيصدرها، ولا يطلعها هنا للسوق المحلي يعني الدنيا طبعا قطع الغيار غليت جدا، بتاعت العربيات والزيت غلي جدا وكل ده ليه؟ كل ده ليه؟ يا فندم احنا عندنا مصنع في برج العرب بتاع زيوت بدون ذكر بدون ذكر اسماء، وعطلان على مواد خام عشان بيستورد بعض من المواد الخام بيضيفها اضافات هي بتتحط على الزيت وبعد كده ينتج لنا الزيت. عطلان. عطلان ليه؟ علشان موضوع الاستيراد بشروطه يعني اللي هي مميته. مش عارف هتوصلنا لفين، انا مش ضد القرار. كمل بس لازم تساعد نفسك، ساعد نفسك كدولة ان انت تعرف توفر عملة، ومش هتوفر عملة غير بالتصنيع والتصدير. انا شريف ياسر اون تراك، ربنا يسترها علينا وعليكم واشوفكم على خير، وعايزكم تقولوا لي الكلام اللي بقوله ده صح ولا غلط، ولو حد عنده حلول تانية ياريت يكتبها لنا في الكومنتات. السلام عليكم.